انتوا مش هتعلمونا انسانيتنا، نحن لدينا انسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا اخلاقياتنا، ولديكم انسانيتكم ولديكم اخلاقياتكم ونحترمها. فاحترموا اخلاقياتنا وادبياتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم. شكرا. محل نقاش كبير قوي من جانب يعني اصدقائنا الاوروبيين، من جانب الصحافه الاوروبيه، وحتى من جانب كل المهتمين في هذا الامر. احنا قلنا ان القمه اللي احنا القمه العربيه الاوروبيه هي منصه جديده، منصه اخرى.